السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين تحية الجزائر، قناة سميرة ديزا ترحب بكم. الفيديو تاع اليوم إن شاء الله هو مكرونة في الفرن بكريمة الجبن. إذا كان عجبكم الفيديو حبيباتي ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد. ادعموني باللايكات وبالتعليقات من أجل المزيد من الوصفات واستمرارية القناة يا أحلى وأروع مشتركات. لتحضير هذا الطبق نبدأ بسم الله على بركة الله. في طنجرة نحط كمية من الزيت حوالي 4 ملاعق كبيرة، نحط عليهم حبة بصل متوسطة في الحجم تكون مفرومة مع كمية من الملح، وراح نقلي هذا البصل على نار قليلة حتى يبدأ يدبل. لما يدبل هذاك البصل نضيف كمية من اللحم المفروم، نكمل نقلي هذا اللحم المفروم مع البصل حتى هذاك اللحم المفروم راح ياخذ لون. في هذا الاثناء راح نفرم حبه طماطم تكون كبيره مع حوالي 4 فصوص من الثوم، وراح نضيفهم هنايا لهذاك اللحم المفروم مع اضافه التوابل اللي هي شويه تاع الزنجبيل، شويه تاع الدواقه، فلفل اسود، عكري، شويه كمون، وشويه تاع القزبر المرحي. وكما نقول لكم دائما التوابل على حساب ذوقكم واختياركم. ونكمل نقلي هكذا كامل على نار قليله حتى كل هذيك التوابل تندمج يعني مع اللحم المفروم. ثم اضيف حبه جزر تكون مفرومه مع ورقه تاع الرند والزعتره. الجزر هذاك راهو رايح يمتص لي كل الحموضه تاع الطماطم، يعني راح يعدل لي المرق، مع اضافه ملعقه صغيره مملوءه من صلصه الطماطم المصبره اللي كنت حللتها في قليل من الماء الدافئ. ونكمل نقلي هكذا كامل مع بعض، ثم نمرق بشويه تاع الماء، ما نمرقوش بزاف لانه اللحم المفروم كما تعرفوا ما ياخدش يعني وقت طويل في الطياب، ونخلي الصلصه تطيب. في هذا الاثناء راح نحضر المقارون ديالي. انا اليوم استعملت هذه النوعيه، حطيت فوق النار قدر من الماء يغلي، ولما يغلي راح نحط عليه شويه تاع الزيت ونرمي هذاك المقارون مع الملح ووريقه تاع الرند هكذا باش يجينا معطر. المقارون ما نخلوش يطول بزاف في الطياب لانه راح يزيد يكمل طيابه في الفرن. ثم نروح نحضر صلصه الجبن او الصلصه البيضاء بديل البيشاميل اللي كنتو شفتوها معايا من قبلك، ورايحين تلقاو رابط وطريقه تحضيرها رابط الفيديو في صندوق الوصف. كيما راكم تشوفوا هنا الصلصه ديالي راهي طابت موجت ما شاء الله، جات خطره لاننا حطينا كميه تاع البصل يعني معتبره. نحط هذاك المقارون اللي كنت غليته، وكيما قلت لكم ما تخليوهش يعني يطيب بزاف، نخلط مليح حتى يعني تندمج كل المكونات. ثم ناخذ طبق لي نروح للفرن ونفرغ فيه هذاك المقارون. نمشيه جيدا، وضيف صلصة الجبن نمشي جيدا الصلصة فوق كامل السطح هذاك تاع المقارون. نضيف عليها ايضا من الفوق كمية من الجبن المبشور اللي راح تساعدني باش هاد الطبقة راح تاخذ لون ذهبي جميل. لما يجهز الطبق ديالي راح ندخله للفرن، راح نشعل عليه اولا من الاسفل لحوالي 10 دقائق، يعني ما يطولش بزاف لك لانه كما شفتوا كلش راه طايب. ثم نشعل عليه من الفوق حتى ياخذ اللون الذهبي الجميل. وها هو الطبق كيما راكم تشوفوا راه جاهز هنا امامكم. يعني شفتوا طريقه التحضير تاعو جد سهله وبسيطه، يعني كنوع من التغيير على المقارون العادي. ان شاء الله حبيباتي هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، صدقوني يجي بنين وحتى يعني ريحته تجي ما شاء الله.
وان شاء الله تجربوا بهذه الطريقة في اقرب وقت وتخلوا لي تعليقات، وها هو هنا شكله امامكم. يعني لما نقسموه حتى صلصة هذه تاع الجبنة حتعطيله بنة رائعة، يعني احسن من صلصة البيشاميل. نعاود نذكركم اني رابط الفيديو الخاص بالصلصة وراحين تلقاوه في صندوق الوصف. وهذا هو الفيديو لنهار اليوم حبيباتي، اذا كان عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في امان الله.